رجعنا لحضراتكم تاني. قبل ما اقدم ضيفي عايز اقول لكم بس معلومه صغيره جدا، انه الباحث عن النجاح دائما لا يرى الا نفسه ولا يسمع الا صوته، والباحث عن الانفراد بالضوء غالبا لا يحب ان يكون له شركاء. ونحن باحثين عن الحقيقه، ولا مصالح شخصيه ولا انفراد ولا نجاح ولا اضواء، احنا باحثين عن الحقيقه وعن الناس. عشان كده بقالنا شركاء وبقالنا شريك موقع على شبكة الانترنت اسمه اي بي ارينا، هيشاركنا هموم متابعة كل نجومنا المصريين في الخارج. نجومنا المصريين المحترفين الكبار كلنا عارفينهم وكلنا بنقرا اخبارهم، لكن في مصريين كثيرين جدا احنا ما نعرفش عنهم اي حاجة. فاحنا كلنا هنبقى عندنا مرة في الاسبوع بنتقصى اخبار وحكايات هذه النجوم. انا ضيفي الاستاذ وسيم احمد، هو باحث اقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واحد شبان رائعين وموهوبين اسسوا هذا الموقع، وكل مهمتهم هي متابعه الرياضيين المصريين خارج مصر. انا برحب بيك يا استاذ وسيم. اهلا بحضرتك يا دكتور ياسر، واهلا بكل الساده المشاهدين، وبشكر حضرتك على التقديم الحلو. لا انا اللي بشكرك على جهدك انت وكل زملائك، لانه انتوا فعلا فريق عمل رائع جدا. عايزك بس بقى ايه، انت يعني مش ضيف فتقول لي اخبار محترفينا في الخارج ايه؟ تمام. هو يمكن في البدايه يعني لو خدنا نظره سريعه كده على ابرز احداث المحترفين، هو يمكن الاسبوع ده ما كانش، او كان للاسف اسبوع ما كانش موفق للعبتنا، يمكن خصوصا بدانا الاسبوع عمرو زكي رجع طبعاً. بالظبط، ان فريق هل سيتي انهى الاعاره بتاعت عمرو زكي، وفجاه ان عمرو زكي رجع تاني، او هيرجع خلاص القاهره بعد، او هيرجع مصر بعد ما خلاص قرروا ان هم ينهوا فتره الاعاره. يمكن عمرو احنا طبعا كنا كلنا امل ان هو يروح عشان باقي كام ماتش ان هو يبتدي يظهر نفسه بصوره كويسه، بحيث ان هو يعني عندنا امل بس الاصابه منعته يعني. بالظبط، بس كان عندنا امل ان هو المفروض خلاص يعني يتعافى من الاصابه، ولكن ظروف النادي ان هو بيصارع من اجل البقاء مش حمل تجارب. بالظبط، فكان كلنا امل طبعا انه يلعب ويظهر بمظهر كويس بحيث انه يجي له عرض جديد في الموسم الجاي، ولكن للاسف. انت طبعا حسيت باللي حس بيه المصريين كلهم على حكايه زيدان. محمد زيدان يعني دي كانت يعني دي وجعت قلوب المصريين كلهم. بالظبط، محمد زيدان يمكن هو حاليا السنه دي هو ابرز محترف مصري موجود في الخارج بيمثلنا بره، مقدم موسم رائع، ولكن للاسف هو الاسبوع ده او امبارح تحديدا لعب فريق بروسيا دورتموند ضد فريق هوفنهايم في الدوري الالماني. كان المفروض لو بروسيا دورتموند فاز باللقاء ده كان هيوصل المركز الثالث، والمركز ده هو مؤهل لدوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج اللي هو حلم زيدان يلعب فيه. بالظبط، زيدان كان بيلعب اساسي في المباراه زي كل الماتشات، ولكن في نص الشوط الاول تقريبا وقع على الارض، هو يمكن ما حدش دخل عليه، هو داخل حاول ان هو يقطع الكره من المدافع في هوفنهايم، فرجله نزل عليها غلط، فحصل له للاسف اصابه في الرباط الصليبي، وهيغيب قطع في الرباط الصليبي، قطع في الرباط الصليبي وهيغيب 6 شهور للاسف. هي متهيألي ما بقتش زي زمان، كان زمان قطع في الرباط الصليبي معناها اعتزال خالص. اعتزال دلوقتي لا، بيرجع تاني. بالظبط، بس برضه يعني زيدان يغيب 6 شهور يعني طبعا حاجه مؤلمه جدا. هي طبعا هي حاجه احزنتنا كلنا، لان احنا كنا احيانا بنستعيد عن ان احنا مش في كاس العالم، مش يعني عندنا محترفين محمد زيدان بيلعب، وخصوصا ان هو كان متالق متالق جدا في الفتره الاخيره. يعني ممكن هو احرز مع بروس دورتموند السنه دي 6 اهداف وصنع 9 اهداف. لا، وكان حديث الناس والصحافه والاعلام يعني نجم يعني. بالظبط، مش لعيب موظف يعني. لا ده هو يعني النجم الاول لبروسيا دورتموند حاليا هو محمد زيدان، وخصوصا كمان الناس كلها دايما هناك بتتكلم على علاقته ببيرجن كلوب، لان هو بيرجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند، هو الاب الروحي لمحمد زيدان، ويمكن هو اللي جابه بعد ما كان في هامبورغ كان هناك بيقعد احتياطي، رجعه تاني لتالقه مع بروسيا دورتموند، لان هو كان سبق وضربه قبل كده في ماينز، وكان شهد يعني تالقه في ماينز. بالظبط، انا يعني معتز ان ليا صديق شخصي استاذ ماجد سامي، كان بيكلمني من اسبوعين وبيقول لي رايحين شارين في ايدنا سلاح، عشان هو نادي ليرس اللي بيلعب في بلجيكا. ايه اخبار نادي ليرس؟ طبعا نادي ليرس ومهندس سامي طبعا مشرفينا في بلجيكا، يمكن حاليا الفريق بيحتل المركز الاول، قدروا ان هم لعبوا الاسبوع ده ضد فريق بويين في الدوري الدرجه الثانيه وفازوا 2-1. محمد عبد الواحد لعب اللقاء بالكامل وكان متالق. الفرق ما بين الفريق اللي هو ليرس وما بين الفريق صاحب المركز الثاني دلوقتي 5 نقاط، وبالتالي باقي ماتشين بس على نهايه الدوري، وفي حاله ان حصول بس ليرس على نقطتين من الماتشين يضمن وصوله للدوري الدرجه الاولى يعني.
وده يعني انتصار مصري يعني بالظبط، انه رئيس او صاحب النادي مصري، وانه سيصبح مالكا لنادي يلعب في الدرجه الاولى او في الدوري الممتاز البلجيكي لكره القدم، فده معناه بالظبط نجاح يعني حقيقي. طيب ده انت كده لغايه دلوقتي احنا ما جبناش حاجه جديده. تمام. يعني احنا قلنا الاخبار اللي او الاسماء او الوجوه اللي الناس كلها عارفاها ومتابعاها، زيدان، شوقي، عبد الظاهر، ايه بقى الجديد عندك اللي هتقوله لنا؟ طبعا في عندنا النهارده موهبه، يمكن كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن امير عادل. بس انا حابب قبل ما اتكلم عن امير عادل انا عايز اقول حاجه دكتور ياسر، ويعني بعتبر ان دي ممكن اقدر اقول ان هي رساله للمسؤولين عن عن الكره خصوصا في مصر وكل اللعبات. يمكن احنا في مصر كانت بتلعب في تصفيات كاس عالم 2006 2002 مع كابتن محمود الجوهري. في الفتره دي في التصفيات كانت مصر كانت معاها المغرب وكان معاها الجزائر وكان معاها السنغال. كل الناس ساعتها قالت ان المنافسه ما بين هتكون ما بين مصر وما بين المغرب. فوجئنا ببرونو ميتسو عمل ايه؟ راح فرنسا ما كانش في حاجه اسمها منتخب السنغال وقتها. وابتدى يحضر في المدرجات كل ماتشات اللعيبه اللي بتلعب هناك في السنغال اللي عندها جنسيه سنغاليه والفرنسيه، وابتدى ينقي منهم لعيبه مثلوا منتخب السنغال. جاب الحاج الضيوف، جاب انريكي عمل منتخب السنغال اللي فاز. وده كان منتخب لعيبته عمرهم ما شافوا السنغال. بالظبط، عمرهم ما شافوا السنغال وكانوا مغمورين جدا ووصلوا احصاب مصر. ومرت الايام وجينا بعديها في 2006 كانت مصر كانت معاها الكاميرون وكوت ديفوار، والناس كلها قالت المنافسه بين مصر والكاميرون، وما كانش حد بيفكر في كوت ديفوار. اونري ميشيل عمل نفس الحاجه وراح برده فرنسا وجاب ديدي دروجبا وجاب ارنولد. احنا دلوقتي احنا هنعمل احنا يعني يا ريت احنا نتعلم بقى وهنبتدي بامير. بالظبط، احكي لنا عن امير بقى. امير عادل هو موهبه مصريه يعني غير عاديه، بيلعب في الدوري الدنماركي في فريق اف سي كوبنهاجن. طبعا هناك هو شبه رونالدينيو جدا، رونالدينيو البرازيلي، والناس هناك بيقولوا عليه ميني رونالدينيو او رونالدينيو الصغير. رونالدينيو الصغير بالظبط، مصري مصري يعني هذه الموهبه. احنا معانا الاستاذ عادل والد امير. استاذ عادل، الو استاذ عادل، واضح انه الخط. كمل لنا كلامك عن امير. امير او حجم موهبته انت شايفها ازاي؟ يعني امير انا كنت قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات هيكون سوبر ستار. لعيب هناك الصحافه كلها بتكتب عنه، الاعلام يعني عايز اقول لك عنده 12 سنه وعاملين عنه ريبورت في الـ في الـ في التلفزيونات او فيلم تسجيلي عنه، مصورين مع والده ومع والدته. هو بالمناسبه والده كان كابتن، كان لعيب في النادي الاهلي اسمه الكابتن عادل احمد. كان بيلعب في الاهلي في فتره الثمانينات. سافر يمكن في نهايه الثمانينات وراح الدنمارك، تزوج هناك من امراه دنماركيه وخلف امير. عايز اقول لك على حاجه يمكن تكون مفاجاه. حضرتك لو دخلت على الانترنت وكتبت امير عادل او جبت قائمه اف سي كوبنهاجن وشفت فيها امير عادل مش هتلاقي فيها امير عادل. وهتلاقي انا كنت قلت لحضرتك ان ليفربول بيفاوضوا، لو حضرتك دخلت وشفت ليفربول بيفاوضوا لو حضرتك كتبت ليفربول وامير عادل مش هتلاقي حاجه، لانه ببساطه لاعب اسمه الكسندر ياكوبزن. طبعا حضرتك ممكن تستغرب وناس كتير ممكن تستغرب ايه اللي جاب الكسندر ياكوبزن لامير عادل. تيجي نسال الاب، نسال ايه حكايه الاسم. استاذ عادل اهلا وسهلا. اولا بنرحب بيك وبنقول لك اخبار امير ايه؟ الو الو استاذ عادل، الو استاذ عادل، الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عادل عايزين نسالك اخبار امير ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله، وطبعا هو بيتمرن وبيلعب مع النادي بتاعه دلوقتي والحمد لله يعني ماشي كويس. باعتبار حضرتك يعني مش مجرد اب، لكن انت لاعب ونجم سابق لكره القدم ولعبت في النادي الاهلي، هل انت شايف موهبه امير دي ممكن توصل لغايه فين؟ لا طبعا الواحد طبعا يعني دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، لان طبعا لسه هو صغير، لكن يعني باذن الله يبقى في مستقبل يعني او نصيب ان هو يكمل يعني ويبقى لعيب يعني من الناس اللي هي تقدم يعني شكل جديد وتبقى ليه مستقبل يعني باذن الله. وهل هو فعلا ممكن يبقى رونالدينيو الجديد؟ دي حاجه بتاعت ربنا، المهم هو ان هو يعني امكانياته كويسه وباذن الله يعني يبقى ليه نصيب ان يبقى لعيب كويس يعني. طب استاذ عادل، هل انت حضرتك لو خيرت رونالدينيو الجديد يلعب لمنتخب الدنمارك ولا منتخب مصر، قرارك هيبقى ايه؟
لا طبعا يعني انا اتمنى ان طبعا يكون يلعب لمنتخب مصر طبعا، وطبعا يعني لسه طبعا حتى يعني لو في نصيب ويكون حاجه جديه طبعا يعني اكيد الواحد طبعا يبقى حاجه كويسه انه يلعب لمنتخب برضه. امير نفسه بيحب مصر يا استاذ عادل؟ امير نفسه بيحب مصر؟ اكيد طبعا بيحب جدا، بيحب جدا 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 طبعا مصر. انا عايزك تقول له، عايزك تقول له ان هو هيبقى بعد الحلقه النهارده هو هيبقى نجم نجوم الكره المصريه ان شاء الله، وكل المصريين هيتابعوه وهيعلقوا صوره وهيتابعوه وهيفرحوا ان هم عندهم رونالدينيو. انا بشكرك يا استاذ عادل. انا ارجع لك يا استاذ وسيم واسالك ايه حكايه تغيير الاسم؟ بالظبط، هو يمكن هناك هو ما اسمه اتغيرش ولا حاجه، هو الولد فعلا اسمه امير عادل ومسجل باسم امير والباسبور بتاع امير، ولكن هناك في الدنمارك الاسم هناك ما يعني ما بينوش باسم عربي وتقيل عليهم شويه، فغير الاسم بيسموه، لكن هو لا يزال ياكوبزن، ده هو اسمه الكسندر ياكوبزن. ياكوبزن ده هو اسم جده ابو والدته، فهو ده اللي بيطلق عليه هناك. لكن على اليوتيوب كم واحد شاف ال حوالي 3 مليون و500 ألف شافوه هنا في مصر. ما فيش حد من المسؤولين يعرف عنه حاجه. انا ممكن اقول لك على حاجه برضو ممكن تكون مفاجاه، يعني احنا عندنا في الموقع، احنا قلت لحضرتك احنا بنكتب بقالنا سنتين. كلمنا احد المسؤولين عن منتخب تحت 16 سنه بدون ذكر اسماء، وحاولنا ان احنا نقنعه ان هو، كلمنا عن امير وقلنا له ان في لعيب كويس جدا، قال لنا ان هو لعيب يعني، قلنا له لعيب جدا وبتاع، هتقدر نبعت لك فيديوهات وتشوفه. فقال لنا انا ما اقدرش ان انا اتحمل تكاليف او اخلي او الاتحاد المصري يتحمل تكاليف الطيران، فعموما لو جه مصر ابقوا عرفونا وابقوا خلوه يتصل بينا يمكن نبقى نجيبه ونشوفه. احنا عموما هنتحمل التكاليف واحنا سعداء برونالدينيو. انت عايز تقول كلمه اخيره؟ انا حابب بس يعني انتهز وجودي مع حضرتك النهارده، وحابب اني اشكر او احيي زميلي في الموقع احمد احمدي، لان احمد احمدي كنا بنتكلم عن رونالدينيو الصغير او امير وغيره كتير ان شاء الله في الحلقات الجايه، هو اكتشاف احمد احمدي، فانا بحييه على مجهوده معانا وبشكره وبشكر حضرتك وبشكر كل. انا اللي بشكرك يا استاذ وسيم، واحنا زي كل يوم اثنين هنجيب لكم مواهب مصريه رائعه محدش يعرفها، ودي نهايه صفحتنا النهارده. بكره ان شاء الله نشوفكم في صفحه جديده. تصبحوا على خير.